السلام عليكم. دلوقتي عايزين انيميتور للكاميرا، يعني الكاميرا كانها بتلف حوالين المبنى دوت، فاجي هنا واشغل انيميتور. هقول له ضيف لي سين هنا، السين دوت هقول له ضيف لي كاميرا، هقول له احفظ لي اول لقطه، احفظ مكان الكاميرا دوت، وبعد كده هرجع في الفيو بوينت وهقول له سيف فيو بوينت، فحفظ لي اول لقطه. تمام، ده دي اول لقطه. بعد كده ممكن اجي كده واقول له احفظ لقطه كمان، اجي كده واقول له احفظ لي لقطه كمان، وخد سيف وكمان سيف كمان سيف. طيب انا هنا عند اول لقطه، تمام. اروح جاي ايه محرك المؤشر دوت، واروح مختار اللقطه الثانيه واقول له ايه خد اللقطه دي. لما تيجي تحرك المؤشر هتلاقيه بيتحرك بالشكل دوت. طيب لو جيت هنا اقول له اختار بقى اللقطه اللي بعد كده، واقول له ايه خد لقطه كمان، خد اللقطه اللي بعد كده، اتحرك اتحرك شويه. لو انا عايز يوقف في الفيديو بختار الحاجه مرتين في نفس المكان، يعني اختار فيو ديت واروح دايس نقطه واحرك واخد نقطه كمان. طيب لو انت في اي لحظه عايز تغير فيها ممكن تيجي كده وتقول له انا عايز سيف فيو بوينت، وتقول له خد سيف اللقطه دي. تمام. طيب تعالى بقى نشغل كده الفيديو دوت، اقول له من الاول، فتلاقي الكاميرا هي بتتحرك حوالين بالشكل اللي احنا اخترناه.